مرحبا بتلامذتنا أطفال الثورة، نجم نقولوا اليوم مرحبا بأساتذتنا، مرحبا بالأولياء، مرحبا بجمعية كرامة، مرحبا بكل ما لبى الدعوة للتظاهرة هذه. التظاهرة هذه اليوم تندرج في إطار أعمال الجمعية بتاعنا اللي هي تيرن، اللي نمثلوها هوني زملائي كل اللي تراو فيهم كلنا في تيرن، ماذا بينا زاد تلامذة ينسهروا معانا في الجمعية هذه، خاطر الجمعية هذه معناها احنا نعملوا فيها لتكوين اجيال الغد حتى يستعملوا كل ما هي ادوات رقميه للتواصل، عليه التواصل، لان نحبوا لاطفالنا اليوم يصبحوا كما اسم التظاهره اليوم هما مواطنين الغد، هما بالحق اليوم مواطنين، من المواطنين تو نحكي فيها من بعد شنو المواطن اليوم. دونك اليوم اطفالنا نحضروهم حتى يصبحوا مواطنين تونس غدوة. اليوم التظاهرة هذه أنا نحب نشكر الأساتذة اللي قاموا على الإشراف عليها، الأساتذة مدام نورز الحصايري، مدام نزيها شمام، ومدام سونيا برقاوي، ما بين الأساتذة اللي قاموا معهم وكذلك التلامذة. احنا اليوم منش باش نحكيو اليوم الكلمة التلامذة، نعطيوهم الكلمة باش يقدموا لنا البرنامج ويقوموا بالتظاهرة. الكل شكرا لكلكم. السلام عليكم سيداتي سادتي زميلاتي زملائي ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. يشرفنا حضوركم لإحياء هذه الأمسية تلميذ اليوم مواطن الغد التي تندرج ضمن مشروع The Future Citizen، ونحن نهدف من خلال هذا الملتقى إلى بث قيم المواطنة في تلاميذنا حتى يكونوا متشبثين بحقوقهم ومؤدين لواجباتهم. ومن أول المبادئ التي يجب أن يسير عليها مواطن الغد هي حبه لوطنه واعتزازه بانتمائه إليه، ولهذا الغرض سيقدم لنا أبناء معهد حي الصحفيين حي الغزالة مقطوعتين، فلنستمع معا إلى خميس تونسي بعد ما يشري ومعزة ميلا في مقطوعتين. Yeah.